اما هلا هايدي ننتقل لفقرتنا التاليه. ومع الصيف يعني كل صبيه بتحب تكون باطلاله جميله، ودائما اطلالتها بتتميز بالاكسسوارات. اليوم عم نشوف كل سنه في موديلات جديده، اكسسوارات جديده، احيانا بتكون ترند. كنا عم نروح فعليا للقطع الكثير كبيره، بعدين رحنا للناعم، اليوم عم يكون في ميكس بين الناعم والكبير بالاكسسوارات. كثير يعني فينا نقول انه اكثر شيء بيشغل بال الصبايا والسيدات انه شو بدي لبق اليوم مع ثيابي، شو بدي حد سنستلي او حلق او اي شيء. هي يعني الاضافات البسيطه فعلا بتكمل الاطلاله وبتزيد من جمالها. ومؤخرا عم نشوف زادت طلبات الصبايا والمشاريع الصغيره المتخصصه بالهاند ميد المشغوله بكل حب وشغف لترضي جميع الاذواق وتحقق الربح والفائده بنفس الوقت. نحكي اكثر مشاهدينا بفقرتنا الثانيه عن تصميم الاكسسوارات. بيسعدنا انه تكون معنا سميه مرديني، مصممه اكسسوار. يسعد صباحك. صباحك، اهلا وسهلا فيك. صباح الخير، كيفك؟ هلا كل سنه بيكون في شيء جديد بما يتعلق بعالم الاكسسوارات. اليوم خلينا نحكي هي السنه او هي الموسم مع بدايه الصيف، لانه دائما بتلاقي الموضوع بيتعلق بالاكسسوارات بشكل كثير كبير، خصوصا مع اطلاله كل صبيه. شو اللي مميز هي السنه؟ هلا هو صار في عنا نوعين من الاكسسوار بهي السنه. الموديلات اللي كثير ناعمه اللي بنعرفها، صحيح، اللي البنات كلها بتحبها وما في بنت ما بتحط هي القطع يعني. وبنفس الوقت عنا القطع الواضحه اللي هي بتشبه قطع ايام زمان. شيء يعني تقليدي فينا نقول على حديث. يعني دمج الشغلتين سوا، رجع اللولو كثير دارج. رجعت الموديلات يلي بتبقى واضحة وظاهرة مثلا هاي السنة. لهيك قلت أنا تمام، حسيتي في ميكس، في يعني ميكس تماما، مزيج بين الناعم والقطع الكبيرة. هو هيك هاي السنة، يعني هاي طابعها هاي السنة، إنه بتحسي إنه سنسال بس مثلا أكثر من دور، يعني يكون كثير واضح إنه هي البنت حاطة اكسسوار. أو مثلا الاكسسوارات مثلا أصاور صارت أكبر، صارت موديلات واضحة. مثل الموديلات القديمة هلا يلي بالنص اللولو أكثر من دور، إذا انتبهتي. هلا هيك كثير كثير موضة، هي كثير حلوه، بتجي مثل كانها هيك راسور تنفتح فتح، حتى فيها لولو كمان بنشوفه دارجه كثير. يعني فينا نقول سميه انه دائما شغل الهاند ميد صعب، بحاجه لجهد لوقت كثير كبير، تفرغ يعني من الشخص يلي عم يشتغل هي المواضيع. خلينا نوضح يعني مثل الاشياء الموجوده قد ايه ممكن تاخذ معك وقت حسب القطعة. هلا بترجع الموضوع حسب يعني القطعة. مثل مثلا هدول هلا هدول اسهل شوي لانه هو بيجي الاسوارة جاهزة، بس نحن بنحط عليها الاضافات اللي انت بدك تحطيها، حجار او لولو او هي القصص يعني. عرفتي كيف؟ فهيك اسهل هي بتجي. الموديلات اللي فيها شغل اكثر مثل اللولو، مثل هيدا مثلا هذا في بده ياخذ شغل. وقطعة مثل هي حرام تحطي لها شو من كان يعني، لحتى تدوري لها على شيء مناسب لها. هون كمان كثير الموضوع. وهي قطعه بتشبه قطع ايام زمان يعني، صحيح، بتحسي حالك كانك تماما كانك رجعتي فتحتي مثلا درج امك وطلعتي منه اغراض. اللولو اساسا بتحسي ما بتبطل موجود؟ لا ابدا، كل سنه يعني امتى ما كان بتلاقي موجود. وهلا هو القطعه الكل بيحبها يعني. هلا احنا مو بس اللولو، هلا عندنا الاحجار مثلا، في عندك هيك شيء هذا هو كثير دارج الخرز ومعه حجار. هي السنه رجعت الاحجار الكبيره، ما كان الكبيره يعني. تمام، ما كان يعني السنه الماضيه كانت الاحجار ناعمه، صغيره. هلا لا، رجعنا نشوف احجار واضحه يعني، حتى رجعنا نشوف الخرز، حتى نشوف الوان يعني، الوان الالوان يعني كثير موضه حتى باللبس، درجه باللبس بالاكسسوار تماما كمان. يعني هلا رجينا شفنا الاورانج باللبس ومعه اكسسواراته الاورانج، رجعنا شفنا الاخضر، رجعنا. انت دارسه ازياء؟ انا دارسه. طب خلينا نسالك هون، قد ايه مهم اليوم نحن نلبق الاكسسوار مع اللبس كمان؟ قديش بيلعب دور الموضوع؟ كثير مهم انه انت تعرفي تلبسي الاكسسوار المناسب للشيء اللي لابستيه. يعني انا دائما بقول لهم للبنات انه تطلعي على حالك بالمرايه قبل ما تطلعي من البيت، شوفي حالك انه هي القطعه لابقت لي، مو شرط انه هي يعني موضه او لا يعني. ممكن انت تطلعي قطعه كثير قديمه عندك بس هي تكون كثير طالعه عليكي حلوه يعني. صحيح، هذا الموضوع كثير مهم. موضوع الالوان واللبس على فكره هي قصه كثير سهله. بتحطي على جوجل بيعطيكي دائره الالوان. دائره الالوان بتخليكي تساعدك انك انت كيف تعرفي تدمجي الالوان مع بعضها البعض. اذا كنت بدك تدمجي الوان، في الوان تقليديه يعني خلص يعني انت معروفه، هاي مثلا لابسه هاي السنه عم نشوف الوان قويه. صحيح. يعني اليوم الوان قويه فالاكسسوار لازم يكون لابق يعني. تماما، يكون في اختلاف بالاكسسوار لما تحس القطع ناعمه او مش كثير كبيره، بس لما تكون
الالوان جدا قويه، بتلاقي الاكسسوار لازم يكون مميز فعليا، يعطيه لمسه خاصه. يعني عم نشوف حتى الاكسسوار الوان، حتى الحديد يعني الاكسسوار مثلا الفضه، البرونز، الذهب. تمام. هلا صار عندك ثلاث الوان للاكسسوار اللي هو الروز والذهبي والفضي. الروز هيدا الروز قريب على البرونز تقريبا، بيشبه البرونز بس البرونز بيجي اغمق درجه اللي هو هاد. هذا هو البرونز. تمام. هلا شايفه مثل هي القطعه قد ايه قديمه، بس بنفس الوقت بترجع يعني بتحسيها حاليا، هلا اذا تحطيها بترجع رونقها موجود يعني. صح. تمام. بس تعطيني الساعه هون يعني، حتى كمان يعني عم نشوف انه الاكسسوارات مو بس على الثياب، مو بس على السناسل، عم نشوفها كمان عم تكون على الساعات. تمام. نفس المبدا تقريبا، حتى كمان يمكن عم نشوف انه على الجزدين، على الاحذيه. قديش صار منتشر الاكسسوار؟ هي هلا يعني موضة الاكسسوار الواضح يلي معبر، عرفت كيف يعني؟ هلا انا هدول الساعات كثير بحبهم، حريم السلطان كثير حلوين. بس هي بتجي من البيئة يعني مع الحجر، ولا بتجي قطع جاهزة اكثر؟ هلا هون بيجي نحن نركب الحجار يعني، هون اللعبة فيها هي تركيبة الحجار. هي المعدن تبعها بيجي جاهز، بس انت يعني بتلعبي على تركيب حجارتهم الوانهم. هلا عندك حتى الموديل هداك لبس يعني، هي ساعة بنفس الوقت بس مثل الأسوارة. تماما مثل الأسوارة. هلا إذا شفتي هدول كمان كثير موضة. أنا بس بدي ورجيكي هذا اللي هو كنا نقله من زمان ذهب طيبة. يعني هو الذهب عن جد يعني. اسمه ذهب طيبة هذا. هلا رجعنا نحن عملنا نفس المبدأ تقريبا بس اكسسوار. لأنه هلا مع غلاء الأسعار العالم بتجه للأسعار أكيد ما حيشتروا ذهب يعني. صحيح. فنفس المبدأ اكسسوار. يعني كثير القطعة حلوة يعني. هلا شوفي إذا حطيناها بالإيد كثير كثير القطعة يعني عم تحكي لحالها بقلب الإيد. في ممكن أساور بتلبق لشكل الإيد أو بالنسبة لحلقة للرقبة أو هدول الأمور، قديش بتلعب دور كمان؟ هلا مو كل الناس فيها تلبس مثلا قطعه ضخمه. هلا انا مثل انا ايدي كثير نحاف، بحاول اني اشوف القطعه الناعمه شوي واضحه يعني. هلا انا اذا بدي البس قطعه مثلا ضخمه، هلا مثل هيك قطعه ناعمه بس واضحه بنفس الوقت، هي قطعه مش هي كلها. اما البنت اللي مثلا ايدها شوي عريضه، عاطيتها مجال اكثر انه هي تلبس شو ما بدها يعني. هون عندها حريه انه ما في. تمام. ما حتتقيد بقياس الايد. نفس المبدا الحلق، اذا كانت الرقبه طويله او الرقبه قصيره. يعني الرقبه قصيره وبتلبس حلق كثير طويل، معناتها انت قصرتيها بالزياده يعني. الحلق الطويل حتى العقد، اذا الرقبه طويله او قصيره او متوسطه يعني. هون لك شغله كمان برجع بقول انه انت فيكي توقفي على المرايه دغري بتشوفي الغلط يعني. لما بتكوني واقفه وعم تفرجي على حالك على المرايه دغري مبين واضح الغلط يعني بيكون. بس حتى في ناس ما يعني، في بنات ما بتعذب حالها، خلص انا عندي هذا الغرض بلبسه وبمشي. يعني عرفتي كيف؟ هون شيء غلط يعني. نحن بدنا نلبس الاكسسوار لنتزين. صحيح. يعني ما بدنا نلبسه لحتى. يعني دائما رفيقه صباحاتنا، دائما بنحكي معك سنويا عن الاكسسوارات وشو هي السنه بيكون موسم. بس كمان خلينا نحكي عن التكلفه اليوم، عن الاسعار. الاكسسوارات صارت كمان غير منطقيه يعني. كل صبيه اليوم تطمح انه فعليا اطلالتها تكون جميله، تكون عندها قطعه جميله، بس قديش بتاخذوا بعين الاعتبار الاسعار يعني، حتى التكلفه يعني؟ اليوم عم نشوف مثلا قطعه بيقول لك حقها معها، بس لا، احيانا بيكون في ربح كثير مبالغ. اما من خلال البازارات اللي عم تقوموا فيها انتم مباشر للمستهلك، ما في وسيط لحتى ياخذ نسبه كبيره عليها. تمام. هلا بس في نقطة انه نحن عم نتعذب بالمواد الأولية اللي موجودة بالسوق، وإذا بدك تروحي تشتري مواد أولية صارت أسعارها غالية مثلا. هلا مثل أنا يلي مساعدني إني بشتغل من زمان يعني بهذا الموضوع، فعندي مواد أولية مثلا قديمة شوي، برجع بشتغل فيها من أول وجديد، هي ما فيها شيء يعني. اما يلي هلا بده يبلش مشروعه، انا بقول لك يعني عن جد يعني في مواد اوليه بالسوق كثير مبالغ فيها. وحتى اذا بدك تشتري فكرت طب انا مالي لحق اشتغل بايدي، بدي اشتري جاهز كمان. حتى راس مال القطع الجديده كثير صاير غالي. واذا لقيتي قطع حلوه يعني كمان هي بتعملوا معايير لنسبه الربح. تماما. هلا مثل عندي انا من قبل كان عندي قطعه ال 500 اذا بتتذكري، والالف هلا ما عاد فيني اعمل هيك. هلا ارخص قطعه عندك شو هي؟ 3.5. حتى هي مقبوله. تمام. يعني مقبوله يعني اوكي، مقبوله القطعه. بس عم اقول لك يمكن لانه انا مشروعي قديم، فانا من زمان وعم استمر، فهذا الشيء مساعدني. بس اللي بدها تبلش هلا من اول وجديد صعب تبلش بقطعه 3.5. صحيح. ويمكن نحن ليش بنحاول انه نحكي اكثر عن الاسعار ونراعي بالاسعار؟ يمكن الصبايا اليوم عم يلجؤوا للهاند ميد والاكسسوارات بعيدا عن الذهب، فبتلاقيهم يعني بينبسطوا باي قطعه مميزه ممكن يشوفوها. صحيح.
خلينا نحكي بالنسبة لإعادة التدوير اليوم، أي صبية عندها بالبيت قطعة إكسسوار حابة إنه تغير فيها، تغير بشكلها، هل أنت قادرة اليوم إنه تعملي لها إعادة تدوير أم ممكن في صعوبة بالموضوع؟ لا، أي قطعة عندك بتنعمل لها إعادة تدوير. يعني صحيح. أنا دائما بقول لهم للصبايا حتى لو اشتريت قطعة رخيصة، هلا التعليقات ما بتروح ألوانها، اللي بيروح ألوانه السنسال لأنه هو الاحتكاك بالجسم يعني. فانت لا تكبي التعليقه، بترجعي لعندي بتشتري بس سنسال، وبترجعي يعني بالسنسال بيجي سعره ارخص من اذا كان طوق كامل مثلا. وبترجعي بتعيدي القطعه من اول وجديد، تستعمليها كانها لساتها جديده يعني، عرفتي كيف؟ حتى في طرق ثانيه كمان انه ممكن القطعه اللي بتروح الوانها ترجع الوانها من اول وجديد، او يعني ترجع مو باللونها نفسه بس تقريبا يعني تتنظف فينا نقول. يعني كل هاي الامور انا دائما بعمل لاكسسواراتي جرد وبرجع بدور فيهم، يعني مو لانه انا بعرف اشتغل بالاكسسوار بس لا، يعني القصه اوكي باخذها لعند حدا بيعرف وبيخليه مثلا يعطيني سنسال جديد بس. حكم الاسعار يلي نحن فيها هلا لازم هي القصص تكون موجوده. صحيح، عيادة التدوير عم تكون بكل تمام ونعلم، خاصه نعلم الجيل الجديد بهي القصص لانه هو ما كثير مهتم يعني، وبتحسيه انه اي قطعه خلق انتزعت كبه يعني ما بصير هيك، لازم نعلمه لا انا بحافظ عليها، لا انا ممكن ارجع رجعها من اول وجديد استعملها هيك يعني. طيب سمية، خلينا نحكي عن البازارات اليوم. البازارات يمكن عم تكون هي الاكثر انتشارا اليوم، حتى في ظل غلاء الاسعار، انك تحجزي محل او الستاند عم يكون البازار هيك اهون لكل الناس، ان كان المستهلك او الشخص اللي عم يبيع. خلينا نحكي عن مشاركتك بهي البازارات، وين عم تكوني بشكل مستمر؟ عم تكوني كل شهر ولا في اماكن محدده عم تكوني فيها؟ هلا انا بشكل مستمر بالماسا بلازا بالميدان، ثلاث ايام كل شهر بنعمل في بازار. في ايام محدده ولا هلا عندنا 11 و12 و13 الاسبوع الجاي. هلا هو كل شهر له وقت يعني، ما في يوم محدد بالضبط. بازار للعيد ممكن يكون فيه هلا؟ للاسف كان عندنا بازار قبل العيد وانلغى، وهي القصه كثير عم نعاني منها حاليا. كل ما بنجي بدنا نشارك ببازار يا بيلتغى يا ما بننقبل انه نحن مثلا بالبازارات اللي كنا نعملها عن طريق الجمعيات او هالقصص هي، ما بننقبل انه نحن صارت ما عاد اعتبرونا حرفه. مع انه يعني هلا اذا بتطلعي نحن كل شو بيعتبروكم؟ والله ما بعرف. يعني هلا من جديد ما عاد انقبلنا انه نحن كحرف. الحرف يدويه جميله تماما، يعني كل ما بدك تروحي مثلا تشاركي لمعرض او لمهرجان او لقصه اللي بكون هذول تكلفتهم شوي قليله، بيقولوا لك انتم حرفه حديثه. صحيح. يعني تمام. بالختام شفنا كثير اشياء حلوه جبتيها اليوم مع حضرتك، بدنا نتمنى لك كل التوفيق بمشروعك سمية. شكرا لك. وانا كثير بنبسط وقت بطلع معكم وبحس حالي كاني قاعده ببيتي. شكرا لك. بتمنى لك التوفيق اكيد، وشكرا كثير لك. شكرا لكم. باي.